الكرة تمشي للاتحاد الرياضي ببن قردان الكامرجي. الكامرجي تاخذ منتشر متر تسديدة والحارس ممتاز. هذه الفرصة الأولى للاتحاد الرياضي ببن قردان. الدفاع وترجع للقائد الفريق رقم الاثنين أيمن السيود يوزع داخل المنطقة وخطيرة خطيرة الكرة كده مستقبل الرجيش أن يبغت الرجيش. تتنفذ الكرة طويلة من مؤمن الزبيدي وهذه فرصة مستقبل الرجيش تنفيذه الحارس خطيرة كانت كرة لكن ضعيفة. جوهر بن حسين يستعد لتنفيذ رمية التماس تتنفذ لمسراتي على المسراتي يحط كرة في العمق والدفاع متفطن. الدفاع كرات وضغط الاتحاد الرياضي بن قردان. بينجا في وسط الميدان بينجا جوهر يطلب الكرة توصل له على اليمين جوهر بن حسين باش يوزع فعلي يوزع داخل المنطقة فرصة ولكن هناك بن قردان تتنفذ بسرعة رمية التماس ترجع من جديد لكامرجي اللي معز الحاج علي ممتازة التمرير الأخيرة وضح الزايدي داخل المنطقة والحارس ممتازة تسديدها بالرجل اليسرى من وضح الزايدي بن قردان داخل المنطقة وتتنفذ بسرعة وجه لوجه الكامرجي ماذا يقول الحكم ضربة جزاء فعلا ضربة جزاء للرياضي بن قردان يعني قام بمراوغة الحارس وجه لوجه مع الحارس أشرف عبد العفو قام بالمراوغة والحكم يعلن عن ضربة جزاء بن قردان بثمانية أهداف. هل سيكون الهدف التاسع أم لا بالنسبة للهداف رفيق الكامرجي يتقدم والهدف على الهدف الأول لصالح الاتحاد الرياضي بن قردان. تتغير النتيجة بن حسين تفتك منه وترجع من جديد للرجيش عرجيش والدفاع مرة أولى وثانية والخطأ واضح الخطأ ضد شوقي بن خضر. الزبيدي يعني يتلقى في التعليمات من رياض الجلاسي السيودي يتقدموا عليها فوق المرمى لظروف عائلية طبعا تمشي كرة طويلة في اتجاه غادي يوزع بالرجل اليسرى وخطيرة الكرة وعالية ما خذاش وقته محمد حامد داخل المنطقة. درار سعد الله يصعد في الرواق الأيسر ترجع لفيكتور أكباتا في الرواق الأيمن داخل المنطقة والحارس الآن بعد ربع ساعة في هذا الشوط الثاني ممتازة التمريرة وزغادة يمهد لمعز الحاج علي ينفذ وداخل المنطقة وفي دين الحارس ممتاز تحدثت على معز الحاج علي هذه ببن قردان من الزغادة للشوقي بن خضر ويتفادى الموقف ترجع من جديد لمستقبل الرجيش تسديدة وضعيفة وفي دين الحارس ضعيفة التسديدة الأخيرة في ستوي لك العادة لا ينفذ قصيرة وترجع له من جديد يستعد للتوزيع يوزع داخل المنطقة تمهيد للتسديد والدفاع وكرة قصيرة داخل منطقة 18 متر وتمشي مباشرة للتماس تماس للاعبين تتنفذ تماس طويلة داخل المنطقة الدفاع يدخل اليوم لدخل المنطقة والدفاع أيمن السيود كما جات يرجع الكرة يضغط والحارس العبيدي برجليه مستقبل الرجيش وشوقي بن خضر يخلي الأسبقية الحكم تمشي لجمعة جمعة داخل منطقة 18 متر وبالرأس تمشي 6 أمتار غير مؤثر الرجيش وبينجا يفتك هذه الكرة وممتازة في اتجاه أيوبا في الرواق الأيمن ينتظر يوزع داخل المنطقة والدفاع بالرأس ترجع من جديد لبينجا الرجيش تمشي الغلبة الآن لمستقبل الرجيش في الرواق الأيسر يعمل المراوغة أولى يدخل المنطقة المراوغة أولى وثانية والدفاع يدخل وازدواجية 6 أمتار فوق المرمى في الرجيش قاعد يتحرك في هذا الربع الساعة الأخير كرة ممتازة من جديد من أكباتا دخل المنطقة بالأقدم يمهد وتسديد جانبية من مستقبل الرجيش 6 أمتار مستقبل الرجيش في أسفل الترتيب وبهذه النتيجة يعني يعمق الأزمة
وهذه فرصة للمستقبل رجيش خطيرة في الكرة، لكن سلسلة من النتائج الإيجابية بالنسبة للاتحاد الرياضي ببن قردان. هذه كرة مخطئة بين المدافع وجانبية جانبية، يعني هذه هي كرة القدم، يعني البديل في ملعب 7 مارس ببن قردان.